ضرب أسطورة أهلوية كالعادة، كل يوم عندنا نجم من نجوم القلعة الحمراء اللي بيكتبوا تاريخ كبير للأهلي على مدار تاريخه. النهاردة هنتكلم عن النجم الكبير، النجم محمد توفيق أبو حباجة، نجم الأهلي يمكن في زمن الأربعينيات والخمسينيات، المدافع الفذ. هنروح نشوف تقرير عن أسطورة أهلوية جديدة، وبعد الفاصل نستقبل عمر البنوبي وكابتن هاني رمزي. تفضل. محمد أبو حباجة المدافع الفذ، نجم الدفاع الأهلوي في الأربعينيات والخمسينيات، أفضل مثال للتألق والإبداع الكروي المغلف بجمال ورشاقة الأداء. ولد محمد توفيق أبو حباجة في 21 من مايو عام 1921، وتعلق بكرة القدم منذ الصغر. في عام 1945 كان على موعد مع التألق بانضمامه لصفوف نادي الأهلي العريق، فازداد بريقا ولمعانا وذاعت شهرته، وكانت له المكانة والمرتبة الأولى في تشكيلات صفوف المنتخبات الوطنية. حقق العديد من البطولات مع القلعة الحمراء، منها درع الدوري 4 مواسم متتالية وكأس مصر 6 مرات. لعب أبو حباجة جميع المباريات الدولية من عام 1946 وحتى عام 1953، ومثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 1948، وكان نجم هذه الدورة. أصيب في ركبته عام 1953، وأجريت له عملية جراحية كانت سبباً في اعتزاله الكرة وهو في أوج لياقته وتألقه. اتجه بعد اعتزاله للتدريب، فتولى تدريب أندية المنصورة، طنطا، بني سويف، واتحاد السويس، كما درب السك الحديد لمدة 10 سنوات، وعمل مدربا في الكويت لعدة سنوات. توفي أبو حباجة في 1 يوليو عام 1987.